شيء مروعة بيه. أخيراً سيدتي سيدتي، جائزة القوس الذهبي التي فاز بها المبدع المتألق حبيتا. إلى أختي تقبيل القراقري وأخي مونجي طرطة باشا، ونحبك لكم راني نخرج من عالم الصغير توا بن سمير تركوني هذايا نقطة جديدة. خرجت معاها المرة الأولى، خرجت معاها المرة الثانية، وبالتالي المرة الرابعة أصبحت مخرج. شكرا لكم. يتفضل سيد المدير في كلمة. أنا فرحان برشا برشا، وحب نشكركم على المجهود هذايا، ونقول لكم اللي اللمة هذه هي مضايقة ما في بالنا بها كان إحنا، وإن شاء الله نتحصلوا على الجائزة، وسكول ياخذوا الرخصة بتاعه، وأنتم تاخذوا الباك والباك. أنا سعيد. والله يا زوبة، كنت أتمنى أن أشاهد هذا الفيلم في كان. كنا نجم نشاركوا به في حتى في هوليود، اما خسر 10 دقائق خسر، اما دورك استاذ عالم. ايه كل مره اسكت كلها واقول انا معير هذيك بكيت برشا حتى نصير بكيت، اما خسر هذا ممكن نرموا معك ممثله مزيانه تحفون كبيره. باتيامي تو كوم موا كنت احلم معك كيفك تدرس ان بيتيت رومون روج وتبدا في كهف كابريولي حتى وشعرها حتى شاني كنت فات الحمامة مثلاً. ايه او نادية نطفي شبيلة راشد حبيبة مسيكة. انا شبيلة راشد وانا حبيبة مسيكة بتاعي مش هو خير عم بقى دي نعضايا انا ما قرون عندي معاملة الفيديو هذاك تصير مش لاتو بيه رخصة بتاع سكول شون وين انا لا ناخد الرخصة في الفيديو ما تكافون والكافون مغني الوزير عايش في خير والتعليم قربي قربي والوزير سلامة وانظر يا مقلع انه هو تبان هو عفيف البوكسور الذي اكله ذئب في مسلسل تزن من شوق انظر كي مش كفا اي انا قبل 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 بس ما اكرر خوش تبيع حومي رقبتك رقبتك لكن يا حبيبي يا حومي يا كفا مش قتلوك في الفيديو انتي اما فيديو الفيديو هذيك اللي اختلوك مرحبا بيك مقلع يلا انا محمس يا مقلع مرحبا بيك اوه حمام فرانسيس هكا تعملها لي صعب المروان هكا مو نمد لك 20 دينار تعمل لك تغيب جمله تحب تكذبني تعورني شوف فيك شوف ترى مستقبلك شو لغه توا دي ترى مستقبلك ما عادش تعرفني توا حمى مونك شنو تحب انت بالضبط؟ نحب ال 20 دانوس نتاعي ولا اعطيني المرأة شهرين استنى فيك 100 كان تحب فادر وين؟ المسألة 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 تفادر تحب 20؟ لا اعطيني 20 25 ساليك اما على شهر نوصيك نقص من الخلطة والتخليط والخلط خير من خلطك على جماعة الأخرين وعليه؟ 20 تك ونقلع 55 عليك يا أهل الحام في تونس برغى فورك عليه كيلو كسكسي برغى من قدامي الله ليش بارك ريتوس ريبارك ما عملش فيديو كم نزاي واحد سوزا فيديو قصت الدنيا تور دو مون دو فوا في المغرب وعملت واخد بكع بزاف بس شفت سيدي هو المخرج اللي اقترف الفيلم اللي انا شفته وهو كذلك جوزيف ابو صخر مخرج رمضان تلفزيوني اهلا وسهلا عاشق تعرف يا سيد والله ما نعرفش علاش كيف انا هكا فما امبرسيون ما نعرفش شنو هي وسيد الوزير بدو كي كلمني قال يعطيك الصحه على الفيديو هذايا انا بدي قعدت بيعت الوزير كلمك؟ كلام الوزير وزير شنو؟ وزير التربية البدنية والصحة المائية
بيات بالموضوع هذا ياسر انا حاميد دو بيس في بالي بلي ديسكريسيون تيليفونيك ديال تونس والمغرب والجزائر. استنى 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 شتاك شت 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 بعد دقيقة. سبحان الله فعلان اخي من البحر التزوج بارمله. مالك اش بيك؟ اش كاينه فتح الهداوي؟ شنو يدخل لي باش يقول لي زين عندي حتى على خدمه الموضوع هذا. تعرف انا كمخرج عندي فيلم جديد تو صار فيه اسمه قفص بدون عصفور. اي خويا وانت مش معطيك قرار فيه مش تعمل بيت بس فهمني علاش معطيك قرار؟ معطيك قرار بسميك عادل الهداوي اخو فتح الهداوي وكاك نضربوا عصفورين وكعبه برضيه. خذ لي اسمه خذ ايش في منين دبرتوه هذا؟ انا حبيتها ولد اختي خرج من الحيط. اي طيب دافعين فيها عربون فهبوط ولا جاك مكيكه؟ بلاش وتحط مول الباش. وين مول المدير؟ وين مول المدير؟ مول المدير مول المدير مول المدير مول المدير مول المدير خرجتك من المدير ما لقيتوش البيرو تلقاه تحت البيرو. تفضل. سيبونجي اسفل معالي الوزير مقبل مقبل سيبون سيبونجي اسفل مرحبا. اش دار زنتي؟ وانت سيادتك؟ اش دار تاني خوان جغرافيا؟ خوان تفضل. سي الوزير، سي الوزير، ما عنديش كلاس. تفضل، تفضل. ما با. تفضل. اش تقلي؟ فرونسي. مدام. مادموزيل. جو ني بوان دو سنتيمون سي با. مرحبا مرحبا سي ونجي. مرحبا. ما عرفتكش والله تقول شاب بروس. شاب بروس تذوب ها؟ لا لا ولا شيء ولا شيء ما عرفتش. شنو مرحبا؟ مرحبا مرحبا عارف رخصة أنا قلت لك. رخصة ما عرفتش شنو راك شعرت؟ لا ولا ما عملت شيء ولا سامحني سي ونجي. صح صح. والله والله ولا شيء. أنا قلت خويا. تبين مرحبا. طلعنا في شكون؟ حشاك. حشاك سي ونجي. حشاك نطفى عليك. لا لا أنت صاحبي وحشيني شنو عملنا؟ نكسر فيك معناتها؟ لا ولا شيء ولا صار صار سي ونجي ما فهمتش فهمني فهمني صار صار. اش صار يا سي ونجي؟ اوكي شكون اش كلم؟ عندك اللي تحت فيسبوك لا ايميل لا واتساب لا انستغرام تفضل شنو مش معقول عليها هكا عيب ما عرفتش يصير يا سيد منشي المرة هذي عديت هيك يا سيد منشي رخصة يا سيد منشي المرة جاية يا سيد منشي نحشيك في الحبس ننساك غادي يا سيد منشي المرة هذي برك المرة هذي برك يا سيد منشي غير معنا عليك يا منشي يا منشي Zdrava, mrdje!